أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هذه آية عجيبة، آية عظيمة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وكأين من نبي. أولا، هذا حكم يشمل كل الأنبياء. ثانيا، قاتل معه ربيون. الذي يقاتل مع النبي ليس إنسان عادي، إنما ولي من أولياء الله، وهم العلماء الربانيون، كما جاء في التفسير في معنى الربيون أي العلماء الربانيون. إذا الذي يقاتل مع هذا النبي أو ذاك النبي عليه الصلاة والسلام ليس عوام، إنما علماء وهم أولياء، لأنه عالم ورباني. هذا اثنين. ثلاثة، الذي يقاتل معه ليس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة عشرين، لا، القرآن الكريم يقول كثير، أربعة على القراءة الثانية وهي أيضا قراءة متواترة من القراءات السبع: وكأي من نبي قتل معه على هذه على القراءة الأولى قاتل، التي هي رسم المصحف عندنا قتل وعليها ألف، رسموها هكذا حتى تمشي القراءتين، حتى تمشي قراءة حفص عن عاصم التي نقرأها قاتل، وحتى تمشي القراءة الثانية التي هي قتل. على القراءة الأولى الذي استشهد هم العلماء الربانيون الكثيرين، الألوف منهم، ليس واحد عشر عشرين. وعلى القراءة الثانية الذي استشهد ليس فقط العلماء الربانيون أصحاب ذلك النبي أو هذا النبي، إنما معهم الأنبياء أيضا. قتل معه ربيون، على أحد التفاسير أن الذي يقتل مع هؤلاء الربانيين أيضا نبيهم يستشهد معهم. أمام هذا الفهم الواضح السهل من المستنبط من ظاهر الآية ندرك أن هذه مصيبة عظيمة. ما يوجد أكبر من هذا الكلام، ما يوجد مصيبة أكبر من هذه المصيبة. مصيبة، وأي مصيبة؟ مصيبة، نحن يموت عالم الدنيا تقوم، كيف أمة من العلماء يقتلون مرة واحدة؟ وهؤلاء العلماء ليسوا علماء في آخر الزمان مثلنا، علماء هم أصحاب نبي من الأنبياء، كيف وهم كثير، كيف ومعهم نبيهم؟ صورة قرآنية عجيبة، تكاد تقول لا توجد مصيبة أكبر على الدين من هذه المصيبة. ومع ذلك، أمام هذا الوصف العجيب يأتي جواب القرآن لمن بقي منهم بعد موت الألوف. الذي بقي: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. إيش هذا الثبات؟ إيش هؤلاء الرجال؟ إيش هذه الخصوصية؟ لا تهزهم مصيبة ولا زلزال ولا عاصفة ولا بركان ولا موت نبي ولا موت أمة من الربانيين. من هؤلاء؟
الذين ماتوا أولياء والذين عاشوا أولياء أكبر منهم، لأن هذا ثبات ما يقدر عليه أحد. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، لا ضعفوا ظاهرا أمام الناس ولا وهنوا داخلا في قلوبهم، حتى وإن أظهروا القوة أمام الناس حتى هم في داخلهم جبال قوية ثابتة راسخة، ما أصابهم ضعف لا ظاهرا ولا باطنا. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ما خضعوا لأحد، ما ذلوا أنفسهم لكافر أو فاجر، ما قبلوا على أنفسهم أن يعيشوا بمهانة بمذلة بضعف، وما استكانوا، ما خضعوا لأحد، ما داهنوا أحد، ما جاملوا أحد، وما استكانوا وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. هذا ثمرة الصبر، الصبر الذي هو زرع خصوصية الرجال، زرع الرجال العظماء، أنبياء، علماء، ربانيون. هذا ثمرة الصحبة، بركة صحبتهم، زرعوا فيهم صبرا لا يقدر على صبرهم حتى الصبر نفسه. الصبر يتعجب من صبرهم، فاستحقوا أعظم ثمرة وهي محبة الله سبحانه وتعالى. والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم.